مخرج العمل الاستاذ رؤوف عبد العزيز، منورنا يا فندم. اهلا بيك، متشكر جدا. كنت بتكلم مع ياسمين اسامه انور عكاشه، طبعا بقول لها مسؤوليه كبيره جدا، اسمه استاذ اسامه، واختيار حضرتك انت تعمل فيلم اجتماعي. يعني طبعا انت كنت متالق في الطاووس وفيلم يعني مسلسل اجتماعي كسر الدنيا، ان انت تنقل بقى وتعمل فيلم اجتماعي، دي تشالنج يعني، اكيد مغامره كبيره كمان واسم كبير، ده مسؤوليه كبيره قوي يا استاذ رؤوف. حضرتك متوتر اصلا. ده حقيقي. هي طبعا مسؤوليتين كبار. المسؤوليه الاولى طبعا ان احنا يعني نستكمل كفريق عمل الفتره اللي فاتت، قدمنا بعض الاعمال الحمد لله، يعني اخرهم الطاووس اللي يعني كان ردود افعاله الحمد لله كويسه وايجابيه الحمد لله. وطبعا المسؤوليه بقى الاكبر ان احنا بصدد نعمل مشروع خاص بالاستاذ اسامه، وخاصه اذا كان مشروع كمان هو كان الله يرحمه بيحبه، وقعد فتره على كتابته وتعديله اكتر من مره. طبعا مسؤوليه مش ليا لوحدي، لكل صناع العمل بالكامل. كل اللي اقدر اقوله ان احنا بنوعد الجمهور بإذن الله ان احنا نبذل مجهود غير عادي علشان نقدر نطلع بالعمل بالشكل اللي يليق باسم استاذ اسامه. يعني دايما كنا بنسمع من المخرجين او النجوم في مصر يقول لك احنا عندنا مشكله في الورق، فهل ده اللي خلاك تتجه ان انت تدور على عمل قديم مثلا كاتب استاذ اسامه فتقول يبقى فيه الحبكه الدراميه زي ما بيتقال كده؟ لا بصراحه مش ده الدافع. انا الدافع بالنسبه لي دايما هو 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 التحدي، وهو ان انا ادخل مغامرات فنيه انا اكون بتمنى ان انا اتفرج عليها قبل ما اكون ان انا بصنع. بالظبط، ده الحقيقه. طبعا انا في الاول وفي الاخر من عشاق ومهاويس زي كتير جدا للاستاذ اسامه. اكيد. حياتك كنت بتحب ايه وانت صغير مثلا من الاعمال بتاعت اسامه؟ حاجات كتيره جدا يعني، وممكن بعض الحاجات كمان اللي ممكن يعني ممكن اجيال دلوقتي ما تعرفهاش. يعني طبعا كل الناس عارفه ليالي الحلميه، كل الناس عارفه الرايه البيضاء، ارابيسك، لكن انا مثلا كنت مهووس جدا بعصفور النار. الله. يعني يعني انا كنت بحب العمل ده حب كبير قوي. النوى لا، الاستاذ اسامه الحقيقه دايما اعماله في الاول وفي الاخر ليها طابع خاص، ليها عوالم وشخوص خاصه جدا. انا من عشاق العالم بتاعه وشخوصه، فاكيد في يوم من الايام لما اكون موجود في المجال كصانع شرف كبير ليا ورغبه شخصيه قبل ما اكون رغبه مهنيه ان انا يعني امارس ده في عملي. طبعا يعني دلوقتي اي حد ممكن يسمع ان فيلم اتكتب في اواخر الثمانينات وبيتصور في 2021 ان هو ممكن يكون فيلم فيه حاجات قديمه، اسلوب الحوار نفسه ممكن يكون قديم، الشخصيات نفسها او الموضوع بتاع الفيلم يكون قديم. طب منا استاذ رؤوف المفاجاه الكبيره وان شاء الله هتجدوها في الفيلم، مش هقدر طبعا احرق احداث، ولكن اقدر اوعدكم ان الفيلم بيطرح جانب اخر من عبقريه الاستاذ اسامه في انه ازاي هو قاري مجتمعه وقاري اللي هيحصل في مجتمعه. يعني انتوا هتشوفوا هو ازاي لمس اللي احنا بيحصل دلوقتي. يعني وهو انا بتفرج عليه في 2021 احس ان هو بيتكلم عن السنه دي دلوقتي بالاحداث اللي حواليا. ده حقيقي. طيب ياسمين كانت بتقولي ان في حاجه حضرتك غيرتها. انا اسمها نسرين. نسرين سوري. نسرين. كانت بتقولي انها في حاجه حضرتك غيرتها في الحوار. لا. يعني في حاجه صغيره. لا. يعني قلت لها مثلا يعني شبه ان هي اللغه نفسها متغيره. احنا كنا حريصين تماما النص ما تمش يعني لمسه خالص زي ما هو بالكامل. الا اني يعني قمنا بعمل اللهجه الفلاحي في بعض المشاهد. يعني احنا عندنا شخصيه من الشخصيات فلاحي، فقمنا بس بضبط اللهجه. غير كده طبعا النص كما هو وكما كتبه الاستاذ اسامه بخط ايده. يعني الكاست قبل ما اختم مع حضرتك، عشان عارفه ان انا واخدك من اللوكيشن وعندك شغل كتير، الكاست كبير وناس بتاع التمثيل بجد زي ما بنقول كده. حياتك قدرت تجمع التوليفة الكبيرة دي ازاي؟ بشكر كل الناس اللي ساعدتني ان العمل ده يبدأ يتحرك عشان نشوف النور، سواء اللي ورا الكاميرا وقدام الكاميرا. ولما هاجي طبعا زي كلام حضرتك عن الكاست، حقيقي كل الأساتذة الكبار اللي انا بتشرف ان انا بشتغل معاهم في الفيلم ده، انا ما لقيتش اي صعوبة صدقيني في اي ممثل منهم، بالرغم ان هم كلهم يعني اساتذه كبار فعلا. لكن مجرد بصراحه الحقيقه يعني برضو الورق بيفرق، مجرد ما بيقروا وكل حد بيقرا الشخصيه بتاعته
الحقيقه كله بيقع في غرامها يعني الحمد لله فعلا. يعني حتى ضيوف الشرف وعين في الغرام كله قال لي لا انا اطلع مشهد 2 3 مع استاذ رؤوف استاذ اسامه انا مبسوط الحمد لله. يعني وده نتيجه العنايه الكبيره اللي الاستاذ عاملها في شخوصه. يعني ما فيش ولا شخصيه حتى لو بتقول كلمه واحده في الفيلم ملهاش جذر. صح. يعني يا رب في الاخر ان احنا اللي احنا بنقوله ده كله الناس تلمسه ويوصل للمشاهدين ونقدر نقدمه بالشكل هرجع تاني بالشكل اللي يليق باستاذ اسامه. قبل ما اختم حياتك انا عرفت سر عنك. انا سالتهم قلت لهم انا عايزه سر عن استاذ رؤوف محدش يعرف. قالوا لي بيتعصب بس بيحب يبين ان هو مش متعصب بيخبي جواه ما بيتعصب في اللوكيشن ده بجد. يعني انا دايما بقول لهم استاذ رؤوف هادي. قالوا لي لا بيبقى متعصب بس من جواه شويه. لما بتعصب بصراحه ببعد بعيد خالص ببقى لوحدي. يعني انا ما بحبش فعلا اظهر عصبيتي خالص بالذات على الناس اللي بتشتغل معايا لان هم في الاول وفي الاخر يعني هم السبب الرئيسي لاي حاجه حلوه بتطلع. فانا ما بفضلش خالص ان انا مهما اتعصب ان هم يشوفوني وانا كده. فبصراحه لما بيحصل اي حاجه بتضايقني قوي بروح بعيد كده لوحدي لوحدي خلاص. مدير التصوير واستاذنا الكبير المخرج رؤوف عبد العزيز دايما اعمالك بتكون متميزه جدا بتكون محترمه بتدخل كل بيت مش مصري بس كل بيت عربي. كان ليك اعمال كتيره في الفيديو وفي السينما مميزه جدا. بتمنى لك يا رب كل التوفيق في فيلم الباب الاخضر. مبسوطين جدا بعوده ان يكون في فيلم اجتماعي للاسره انها تدخل تتفرج على فيلم محترم بطولة كوكبة كبيرة من النجوم. نورتني وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا قوي ومبسوط ان انتوا نورتونا.